دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، اولا مساء الخير. مساء النور، تحياتي لحضرتك. النهارده لسه بتكلم من شويه، بدل ما كنا بنتكلم الدلتا الجديده ومستقبل مصر 2.2، النهارده لقينا العنوان الواضح على الخريطه الواضحه على قدام سياده الرئيس 2.8 من فدان. ماذا يعني هذا التحول زي ما اطلقت عليه الاستراتيجي في الامن الغذائي في هذه المنطقه؟ شوف حضرتك، احنا يعني خلال ايام هنحتفل بمرور 8 سنوات على تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الامور في مصر. خلال هذه الفتره قطاع الزراعه لم يشهد على مدى تاريخه طفرات الا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب مؤشراتنا ايه؟ احنا لولا القرارات الاستباقيه اللي خدتها القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 حتى الان، خلينا نقول كان وضعنا ايه في ظل ازمه كورونا، في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه، في ظل التغيرات المناخيه اللي بتضرب العالم كله، كان وضعنا ايه؟ لولا النظره المستقبليه للسيد الرئيس والثاقبه وللحكومه المصريه كان وضعنا في كورونا ايه؟ ووضعنا النهارده ايه؟ ظل التغيرات المناخيه. لا حضرتك، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح ومنتهى الشفافيه. هبدا من اللي حضرتك انتهيت بيه، مشروع الصوب الزراعية ده أكبر مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية في العالم. أنا أول أمس كنت في مأمورية عمل في محافظة المنيا وأنا راجع على الطريق، يمكن بقالي 6 شهور ما مشيتش على طريق العظيم الهايل اللي هو الغربي. طريق الصحراوي الغربي اللي أصبح يعني نفتخر بيه والعالم كله يعني بيشوفه. لأول مرة أشوف حجم المشروع بتاع الصوب الزراعية اللي موجود في منطقة اللي هم في بني سويف. عايز أقول لحضرتك على حداد العربية، لا أكون مبالغ لو قلت 15 كيلو والبنية الأساسية خلصت والصوب راكبة وفي بعضها متغطي، قد تكون مزروعة شتلات لإنتاج الشتلات. كل ده حتى أهالينا المواطنين اللي بيمشوا على الطريق كلهم شايفين، لأنه على يعني يمين الطريق وانت جاي من الصعيد، على يسار الطريق وانت طالع على الصعيد. مظبوط. طيب كل ده يعني النهارده لولا الاراده السياسيه، مشروع زي ما حضرتك تفضلت وذكرت الرقم 16,000 فدان او 16,500 فدان، كل اهالينا اللي بيمشوا على الطريق شايفين هذا المشروع. لما نتكلم النهارده على الدلتا الجديده وحضرتك، احنا ازمه القمح، ويمكن النهارده كان في مؤتمر كان ليه مداخله فيه بيسالونا على وضع مصر بالنسبه للقمح ايه والازمه الاوكرانيه ايه. فقلت لهم لا، احنا السنه دي تم اضافه مساحات جديده في توشكا في مستقبل مصر، نتكلم تقريبا في حدود 120-150,000 فدان. ان شاء الله العام القادم هيبقى بس مستقبل مصر زي ما حضرتك عرضت 300,000 فدان، هتوصل 800,000 فدان غير توشكا. كل ده الدوله واسراف يعني انفاق هائل من الموارد الماليه عشان ايه؟ علشان توفر الامن الغذائي اللي هو امن قومي للمصريين، خصوصا من السلع الامن القومي اللي هي القمح، اللي هي محاصيل الزيوت، اللي هي يعني الانتاج الحيواني. ويمكن احنا كلنا كل يوم كمصريين بنتابع السيد الرئيس متابعته الحسيسه لهذا القطاع مع المسؤولين في الجهات المعنيه.